السلام عليكم. النهاردة اسمحوا لي هعمل اديكم فيديو صغير كده بيشرح حاجة ثلاث حاجات. اول حاجة يعني ايه مانجمنت ويعني ايه ليدرشيب وايه الفرق بينهم. تاني حاجة هنتكلم على الادارة بالاهداف، وحاجة تالتة حاجة اسمها OGSM. الاول تعالوا نشوف، يعني احنا بنسمع كلمة ليدرشيب كتيرة ومانجمنت ومحناش عارفين ايه الفرق بينهم. ببساطة كده الليدرز دايما بيتعاملوا مع نفسية الإنسان وبيحاولوا يخلوه دايما ساتسفايد، وهم بيطلبوا منه انه يعمل الشغل. المانجرز عادة بيبقوا عايزين يخلصوا شغلهم في الوقت المحدد بالطريقة الصح اللي هم شايفينها. عشان كده قالوا ان الليدرز do the right thing but managers do things right. يعني القادة بيحاولوا يعملوا الحاجة الصح، انهم بياخدوا بالهم من الانسان، بيرعوه، بيطلبوا منهم الشغل بطريقه صح، بيتابعوهم بطريقه صح، بيبقى هم متاخد في اعتبارهم في كل القرارات. المانجرز بيسترسوا اكتر على ان الشغل زي ما قلت لكم يتعمل صح بس، بغض النظر بقى عن الناس اللي قدامهم لهم شكلهم ايه او بيعملوا ايه. فدي بعض الصور اللي بتأكد قد ايه ليدر هو اهم كتير، مش اهم، هو احسن كتير نفسيا للموظفين من المانجر. دايما بتلاقيه هو اللي في المقدمة، هو بيشد والناس كلها وراه، لكن المانجر بيقعد في مكتبه ويدي اوردرز. شايفين هنا الليدر بيعمل ايه؟ هو اللي بيمهد الطريق للفريق انه يمشي وراه وبيشدهم معاه لفوق. اما الباص بقى اللي هو المانجر بيقف فوق ويديهم تعليمات عشان يطلعوا، بغض النظر مين بيقع مين ما بيقعش. فتذكر الحته دي مهمه جدا، وخاصه في شغلنا احنا كمعماريين او مهندسين، بنحب دايما نلاقي ان الشخص اللي بيديرنا قلبه علينا، بينكارج يعني بيشجع، بيزقنا لقدام، بيعمل لنا حاجات كتير عشان تخلينا احسن. طول ما احنا حاسين الاحساس ده ناحيه المديرين بتوعنا بنبقى مبسوطين اكتر، بنشتغل بنفس اكتر، بنطلع شغل احسن. عشان كده try to be a leader not a manager only. خلينا نشوف كده بعض المستيكس اللي الناس ممكن تعملها كليدرز او كمانجرز. بيقولك not providing feedback. يعني ايه؟ بيطلب الشغل ما بيحاولش، يعني بتاخد منه الشغل، بتستلم الشغل من المهندس وما بتقولوش الفيدباك بتاعك. وده اللي احنا كنا بنقوله في change management، ان حضرتك بتلاقي المهندس بيغلط خطأ معين وتقوله انه ده غلط، لكن ما بتدلوش الصح بتاعه. ضروري جدا لما المهندس يخطئ ان انت تقول له ده الغلط بتاعك وده الصح بتاعه وده الطريقة الصح اللي تعمل بيها الصح ده عشان ما يكررش الخطأ تاني. تمام؟ دي مهمة جدا جدا جدا. الفيدباك بيخلي كل انسان لما بيعرف، بس طبعا ما تقولش الفيدباك بطريقة تخليه يتضايق او يعني ما يعني بلاش تقولها بطريقة وحشة، يعني تقولها بطريقة تشجعه لان هو يتطور وان هو يكون احسن. تمام؟ not making time for your team. يعني انت كمدير دايما قاعد في مكتبك ولكش دعوة بحد، ما بترايش التيم بتاعك، ما بتشوفش اخبارهم ايه، ما بتقعدش معاهم، ما بتصلحش لو في مشاكل بينهم ان انت تصلحها. دايما بتبقى اللي بتهتم بيه انك تقعد في مكتبك تاخد الشغل يجي لك ويخلص وخلاص. لا، تراي ان انت تبقى جنب التيم، بتدفع التيم، بتسوق لقدام، بتشتغل ايدك بايدهم. دي مهمه جدا 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 في شغلنا بالذات. يعني لو زي ما قلنا في اول محاضره الفرق بيننا وبين المحاسبين والمحاماه، لا كل واحد قاعد في مكانه واطلب الشغل، الشغل يجي لغايه عنده. احنا لا، احنا بنتعامل مع نفسية very delicate، محتاجة مننا ان احنا نطبطب عليها. مش نطبطب يعني ندلع، لا، يعني ان احنا دايما نكير اباوت الناس علشان يطلعوا لنا احسن شغل باحسن جودة ان شاء الله. اللي هي being too hands off، ان انت دايما تبقى شايل ايدك خالص، او being too friendly، خلينا في الوسط، بلاش نبقى شايلين ايدنا خالص وبلاش نبقى صحاب قوي فياخدوا علينا فما يسمعوش كلامنا. فورينج تو ديفايند جولز، دي برضو مهمه قوي قوي. ان انت لما بتكون حتى مدير فريق، مش لازم تكون صاحب المكتب، يعني صاحب المكتب طبعا اتس ا ماست تو هاف يور فيجن ميشن اند جولز، عشان زي ما قلت لكم لما بتكتبوا الكلام ده وبيبقى واضح في ذهنكم بتقدروا تحطوا له استراتيجي صح فتقدروا تحققوه صح. برضو كقائد لمجموعه لازم يبقى عندك هدف. انا مش مجرد عايزه اطلع الشغل ده، لا، انا ببقى عارف انا عايزه اطلع اللوحه الفلانيه بالجوده الفلانيه بعدد اخطاء اقل في الوقت الفلاني في كذا كذا كذا. يبقى في كده سبيسيفيك ديتيلز لكل حاجه انت عايز تعملها عشان تبقى واضحه عشان تطلع لك احسن نتيجه ان شاء الله. طبعا دي مهمه جدا 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 جدا، مس اندرستاندينج موتيفيشن.
انت كل شغلنا كله قايم على الموتيفيشن وعلى الكريتيفيتي وعلى الانوفيشن. لو ما شجعتش الفريق بتاعك مش هتطلع منه ولا حاجه. هارينج ريكروتمنت دي بقى المشكله الكبيره، لما يجي لك شغل كتير مشروعات كتيره وانت اندر ستاف، عندك مهندسين قليلين وعندهم خبرات كويسه بس انت محتاج مهندسين زياده، بتعمل ايه؟ تطلع بتنزل اعلان وتروح مشغل اي حد وخلاص. ليه؟ عايز الشغل يخلص. لا ما ينفعش. ارجوك تيك كير، انت لما بتدخل مهندس عندك في مكتبك كانك بتضيف شخص للعيله بتاعتك، فلازم يكون بمواصفات معينه بجوده معينه علشان ياخد منك وقت اقل كتير في التدريب فيطلع لك جوده كويسه لشغلك. Not walking the walk، يعني لازم تقول كلمه تبقى قدها. انت عايز تعمل حاجه يبقى هتعملها، تقول لهم انا هديكوا كذا يبقى هعمل كذا، بلاش تقول كلام وما تعملوش، ده صعب قوي. Not delegating، لما تبقى ماسك كل حاجه وتبقى انت وان مان شو زي ما قلنا قبل كده، دي صعبه قوي بالنسبه للكاريدرز ومانجرز. اولا بتسحم حياتك ووقتك وكل اجندتك، ما بتبقاش عارف تتحرك، ولو اختفيت لاي سبب من الاسباب، سافرت بعد العيد بعد الشهر، تلاقي الدنيا كلها وقفت. لا، لازم انت مقسم الشغل على ناس وبتدي صلاحيات لناس كتير عشان الشغل يمشي لوحده وانت قاعد. احسن مدير واحسن ليدر هو يبقى قاعد وما كل الشغل ماشي، الدنيا ما هيش واقفة عليه. ليه؟ لأنه عارف يدرب الناس اللي تحتيه كلهم كمانجرز وكليدرز وكمهندسين كمان. وميس أندرستاند يور رول، أنت شغلتك إيه؟ شغلك إنك تضع بلانز، إنك تتابعها، إن أنت تسعى، إن أنت زي ما قلت لك تتعلم التيم بتاعك إنه يحقق الجولز بتاعتك دي. مش لازم تعملها بإيدك بس، تبقى أنت بتجيب شغل، بتجيب بروجيكتس، وبتعرف توزع الشغل على الناس وتسلم كل واحد شغله إيه، فيطلع لك في الآخر البروجيكت تخلص في وقتها بالجودة اللي أنت عايزها. الرول بتاعك إيه؟ انك تجيب شغل. لو انت عندك طقم بتاع الماركتنج وهم اللي بيجيبوا، صدقني انت اهم من بتوع الماركتنج اللي بيعملوا لك ماركتنج الشغل، تمام؟ فدي مهمة جدا جدا جدا. خلاص، بعد كده برضو دي بعض الاخطاء اللي ممكن اللي بتحاول ان انت تأفويد انك تعملها، اللي هي only focusing on the big picture. ما يبقاش كل دماغك متركزة في ان انت بتجيب مشروعات ومش مهم الناس اللي جوه ولا الشغل ماشي ازاي ولا بيطلع بجودة ايه ولا بيعمل ايه. لازم تبقى فوكس هنا وهنا. تجيب شغل جديد اوكي، بس برضو لازم التيم عندك يكون قوي جدا، الجودة بتاعته عالية، الشغل ماشي بطريقة صح، اخطاء قليلة، جودة عالية في كل حاجة، تمام؟ واخد بالك من كل الناس اللي عندك. Not delegating the work زي ما قلنا قبل كده، ان انت لما يحصل عندك اي نجاحات في مشروعات ولو حتى فيزس والناس خلصت في وقت مظبوط باقل عدد من الاخطاء، بلاش تتجاهل ده، لا حاول انت تشجع وتقول كويس، keep it up. communicating poorly، ان ما يبقاش في تواصل بينك وبين الناس اللي معاك سواء كانوا مهندسين او مديرين، دي مهمة جدا برضو عشان الناس تحس بالولاء ناحيتك فتحبك وتحب شغلك وتحب شركتك فيشتغلوا كأن دي شركتهم مش شركتك انت بس، دي مهمة قوي، يكون في علاقة بينك كويسة بينك وبين الناس. setting yourself apart، زي ما قلنا لازم تبقى انت اللي بتليد، فانت ايديك قبل ايديهم في الشغل، مش لازم تشتغل بايديك بس، اللي هي تبقى معاهم بحسسهم ان انت حاسس بيهم بالشغل هما بيعملوه وبزقهم ان هما يحققوه. discouraging innovation، طبعا دي من اكثر الاخطاء في شغلنا كمهندسين ومعماريين بالذات، ان انت ما بتبصش على النقطة دي، النقطة دي هي الكور بتاع شغلنا احنا كمعماريين. وصدقني الانوفيشن كمان في طريقة الادارة دي مهمة جدا جدا، وانا هاخدها ان شاء الله ان ديتيلز قدام. وان فورجيتنج تو سيلبريت مايلستونز، اللي هي احتفل بان انت كل ان انت حققت انجزت حاجة في وقتها بالكوست المطلوب في بعدد الاخطاء القليلة اللي انت عايز تعملها. فمن الاخر حاول ان انت تتعلم من اخطائك، حاول انك تدي فيدباك، حاول ان انت تبقى ايديك في ايديهم على طول وانت بتشجع الناس، حاول ان عشان تخلي الناس يحبوا المكتب ويحسوا بالانتماء ناحيته فيطلعوا لك احسن شغل باحسن جوده باقل اخطاء، ويكون في احترام بينك وبينهم وحب يخلي كل الشغل يطلع احسن باذن الله. ده كان بعد كده يعني كويستشنير كنا بنشوف ايه اكتر الاخطاء اللي ممكن يعملوها المديرين، تخيلوا كانت ايه؟ كوميونيكيتنج بول، هي دي فعلا الناس بتبقى بعيده قوي ونوت جيفنج فيدباك. فيعني حاولوا ان انتوا تبقوا قريبين من الناس اللي معاكم وتديهم الفيدباك كويس عشان يقدروا تقدر تاخد منهم احسن شغل. الحاجه الثانيه اللي انا قلت لكم عليها اللي هي مانجمنت باي اوبجكتيفز، هل سمعتوا عن الكلمه دي بتاعه الاداره بالاهداف؟ دي مهمه جدا جدا جدا. ان انت دي اللي عملها واحد اسمه بيتر دراكر،
بيقول ان كل ما كانت الاهداف بتاعت الاورجنايزيشن بتاعتك او مكتبك متواصله ومتلحمه وبتحقق اهداف الناس اللي معاك، كل ما نجحت اكتر. ليه؟ لان انت بتحسس الناس زي ما قلت لك ان هم مش انت لوحدك اللي بتنجح، مش انت لوحدك اللي بتكسب، لا الناس اللي معاك كمان بيكسبوا. يعني ايه؟ يعني عندك المهندسين مثلا، طول ما انت بتديهم كورسات وبتطورهم فهم بيحسوا ان هم مستفيدين زي ما انت مستفيد، هم بيعلوا معاك وبيكبروا معاك زي ما انت بتكبر وبتكسب، هم كمان بيكبروا وبيكسبوا لانهم بيترقوا برضه، بياخدوا مناصب كويسه نتيجه ان هم اشتغلوا كويس، كافحوا كويس، خدوا كورسات كويسه، اتطوروا معاك وبقوا في ليفلز اعلى. صدقني دول مش هيسيبوك ابدا، لان هم حاسين ان انت متبنيهم، وهم طول ما هم بيكبروا وبيعلوا انت بتكسب زي ما هم بيكسبوا. ليه؟ لان هم لو كل ما كانوا ساتسفايد زي ما قلنا بيطلعوا لك شغل احسن كتير. فدي الاداره بالاهداف، حاول دايما تخلي هدفك من المكتب مش بس انك تحقق اعلى ربح، لا، انك كمان يكون عندك احسن جوده للناس اللي معاك عشان يطلعوا احسن شغل ويكبروا معاك زي ما انت بتكبر. زي ما قلت لكم اهو اللي عاملها هو بيتر دراكر سنه 54، ده كان كتاب مكتوب له، لكن بيتر دراكر ده كان من قبل الخمسينات. طب يعني ايه اداره بالاهداف؟ زي ما قلنا ان انت بتراجع الاوبجكتيفز بتاعتك كاورجنايزيشن، وبتشوف الميشن والفيجن بتاعتك وانت عايز تحقق ايه، الحاجات القريبه والحاجات البعيده، وبتشوف الاوبجكتيفز بتاعت الناس او الجولز بتاعت العاملين معاك، كل واحد فيهم عايز يعمل ايه. يعني هتلاقي مثلا في بعض المهندسين اللي بيخليه يشتغل كويس انه يبقى يترقى، او انه يتقال له حتى كلمه حلوه، انه ياخد كورسات، ان هو ياخد علاوه. الكلام ده كله مهم جدا جدا، لازم حاطينه في اعتبارنا. طيب انت حطيت اوبجكتيفز وحطيت طريقه لتحقيق الاهداف بتاعتك دي، لازم تراقبها كويس عشان تضمن تحقيقها. ما ينفعش تقول انا بحط انا عايز اخلص المشروع ده في خلال شهر. طب انت تابعت المهندسين عشان يخلصوها في شهر؟ لا، ده انت جيت واستنيت عند قبل الشهر باسبوع، هيا يا جماعه الشغل خلص، لا تلاقي الشغل كله متاخر. ليه؟ لان انت ما تابعتش من اول يوم. لازم تبقى حاطط سيستم للمتابعه كويس جدا عشان يقدر يحقق لك اللي انت عايزه، ولازم تايفالويت السيستم ده كل شويه عشان لو في مشكله تعمل لها كوركشن، وتشوف بعد كده الريورد بقى بتاعها وايه العائد بعد ما عملت كل الكلام ده، وتعمل لها تحسين وتخش تاني في السايكل لانها مستمره زي ما قلنا. اهي بتدفع عن الاورجنايزيشن جول، بتدفع عن الامبلويز اوبجكتيفز برده، وبعدين بتعمل مونيتورنج وتشوف البرفورمانس والبروجريس عامل ايه نتيجه الخطه اللي انت حطيتها عشان تحقق الاوبجكتيفز بتاعت الناس والاوبجكتيفز بتاعتك انت والجولز بتاعتك، وتشوف ايفالويشن، وبعدين بتعمل فيدباك، وبتعمل ابريزل في الاخر، وتشوف هل الخطه اللي انت عملتها عشان تحقق كل الكلام ده مشيت ولا لا، محتاجه كوركشن بتعملها كوركشن، وهكذا. فبتلاقيها دايره على طول مستمره علشان دايما تبقى ضامن ان الدنيا هتنجح ان شاء الله باذن الله. طيب الجماعه اليمنيين ما سكتوش بقى على ان ايه ده، احنا في عندنا حاجه اسمها اداره بالاهداف بس، لا، احنا هناخد الكلام اللطيف ده بتاع بيتر دراكر وهنضيف عليه حاجه ثانيه، حاجه اسمها ايه، او جي اس ام. دي اختصارا لاوبجكتيف goals, strategy, and measures. طبيعي لما بتحط objective معين لازم بتحط لها هدف رقمي معين واستراتيجي معينة لتحقيقها، وبتعملها بطريقة تقدر ان انت تقيس بيها مدى النجاح بتاعك. هديك مثلا، يعني انا مثلا اول ما ابتديت الكورس ده انا قلت ان انا في خلال سنة ان شاء الله انا هعمل الكورس ده وهعمله، يبقى ده الهدف بتاعي اني ابتدي احقق الكورس ده واعمله، تمام؟ طب ايه الجولز بتاعتي؟ ان انا هعمل رن مينيمم في السنة الاولانية دي مرتين، وفعلا الحمد لله عملت 3 مرات. طيب ايه الاستراتيجي اللي انا عملتها؟ ان انا عملت ماركتنج، وقعدت اعرف الناس باللي انا بعمله وكل حاجه، سواء كان سوشيال ميديا او وات ايفر اللي انا هعمل فيه الكلام ده، واعرف الشركات ان انا بعمل الكورس ده وهكذا. طب الميجرز بتاعتي ايه؟ زي ما قلنا بالاعداد بتاعتي ان انا الحمد لله عملت بدل ما اعمل مرتين في السنه عملت 3، لا، وفي كل مره كان ايه؟ كان في مره 15، مره 25، ومره 15 تاني، ففي اعداد بتثبت لي ان الحمد لله ان انا نجحت في ان انا احقق الهدف بتاعي. يبقى احنا اي حاجه في الدنيا عايزين نعمل لها، عايزين نحققها، اي هدف عايزين نحققه لازم نحط له بلان صح، نحط له الاول نوضحه هو ايه بالظبط، ونحط له الجولز بتاعته اللي هي بنقيس بيها الشورت تيرم والميديوم تيرم واللونج تيرم، وكل واحده فيهم لها اكشن بلان عشان تحققها، وكل جزء منها من البلان دي لها ميجرز بتقيس ان كنت مدى نجاحي في هذا الامر.
يبقى أول حاجة بتسيت your objectives, بتشوز your goals و develop your strategy, وبعد كده بتسايت on your measures. زي ما قلت لكم بتحدد أنا عايز أعمل الكورس, طب أنا عايز أعمله كام run في السنة, طب إيه الاستراتيجي بتاعتي, أعمل marketing إزاي, هبعت إيميلات, هعمل social media whatever, وهقيس في الآخر. أنا في الآخر لو أنا جالي مثلا على الأقل 20 واحد في السنة دي أو 30 واحد, يبقى أنا كده نجحت الحمد لله, والحمد لله حصل الكلام ده. فهل الكلام ده بقى نحاول إن احنا نطبقه إن شاء الله؟ انا ما يهمنيش الكلام المكتوب ده, يعني take your time to read it, لكن انا اللي يهمني ده مهم جدا 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 جدا. انت المطلوب منك لاي حاجه في حياتك عايز تعملها تعمل ورقه زي دي, بتتقسم لليفلز, المانجر ليفلز الكبير اللي هو الهيد خالص اللي هو السي او او الكبير اللي هو اكبر ليفل من المانجمنت, بعد كده المانجر اللي هو سكند ليفل في المانجمنت, بعد كده الستاف نفسه اللي بيحقق. تعالوا كده نشوف هو عمل ايه. هنا ادي الاوبجكتيفز وهنا الجول والاستراتيجي ودي الماجرز. طيب هو قال لك ايه هنا على مستوى الاوبجكتيف اللي فوق, فعلى مستوى الهيد امبروف ريفينيو فروم سيكيورتيز بروكرج. هو عمل ده كده, ده الاوبجكتيف بتاعه. طب الجول بتاعه ايه؟ كونتاكت ريسيرش اون ايمرجنسي او ايمرجينج اندستري. طب الاستراتيجي ايه؟ كونتاكت ريسيرش اون اي تي كومبانيز. طب الماجرز ايه؟ هاي ببلش 10 ريسيرش بيبرز اون اي تي. اللي تحته بقى ليفل تحته اللي هم مانجرز بقى اللي هم المفروض هينفذوا الكلام ده, بعمل ايه؟ باخد الجول بحوله لاوبجكتيف للمانجرز. اهو خد سوري الاستراتيجي دي بقت هي الاوبجكتيف بتاعه المانجرز. يبقى الهيد حط اوبجكتيف وجول وحط استراتيجي وماجرز, باخد الاستراتيجي دي بنزلها للليفل اللي تحت بقت هي دي ايه الاوبجكتيف بتاعه المانجرز, وبعدين بديها ديتيلز اكتر, باخد الماجرز دي بحولها لجولز واخش لتفصيله اكتر عشان احط الاستراتيجي اللي بتحقق دي ال10 ريسيرش اللي هتحققوا ازاي. كونتاكت 5 كامز باي كوارتر 2 نص السنه الثانيه. طيب الماجرز ايه؟ سبميت بيبرز اوف كمباني اي تو اي باي كوارتر 2, في ديتيلز اكتر. طيب الستاف بقى هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ هياخد ايه؟ زي ما احنا خدنا الاستراتيجي دي نزلناها للمانجرز تبقى اوبجكتيف هي, وبعدين بنحط الماجرز تبقى جولز وندي ديتيلز اكتر. يبقى احنا ناخد الاستراتيجي دي تبقى هي الجولز بتاعت الستاف, وناخد الماجرز دي بقت هي سوري بقت الاوبجكتيفز ودي بقت الجولز, وبعد كده نخش في الاستراتيجي ماجرز بقيه تفاصيل اكتر. تمام؟ هنا دي بس بتاعت ابل, انا بصراحه بحترم ابل واحترم ابل جامد جدا. عايزاكم بس تشوفوا الفيجن بتاعتهم ايه شكلها. ابل وونت ايفري وان ان ذا وورلد تو بي بارت اوف ذا فيوتشر, دي حاجه جميله جدا. طب ايه البيربز؟ وي وونت تو ميك ا دنت ان ذا يونيفرس باي تشالنجينج ذا ستاتس ثينكينج ديفرنتلي, وي بيليف ايكوالي ان ارت اند تكنولوجي. طب ايه الفاليوز؟ كونسيومر فيرست, سمبلستي البساطه, اند ايز تو يوز السهولة في الاستعمال, وستايلش ديزاين, فاست ماركت وكوميونيتي. شايفين الناس بتفكر ازاي؟ انا نفسي ان احنا نحط الكلام ده في اعتبارنا ونقرا الكلام ده ونتعلم منه. شوف الاستراتيجيز بتاعتهم ماشية ازاي, التاكتكس بتاعتهم ماشية ازاي. الجول بتاعتهم كانت بسيطة جدا, انا عايز اخلي السيلز تزيد بس 10%. طب هيعمل ايه؟ حاطط بقى كل الحاجات بتاعته كديتيلز. دي مهمة قوي كاكزامبل ممكن ابص عليها. طيب اخر حاجة بقى بسيطة بس, ازاي تو مانج الميتنجز. لما بتعمل اي ميتنجز في الدنيا الاول لازم تعرف انت بتعمل ميتنج مع مين وليه. يبقى الاول الهدف من الميتنج, مين اللي هيحضر من عندك ومن عند الطرف الاخر, فتروح حاطط بوينتس كده, انا هتكلم في 1 2 3 4 وهيحضر من عندي كذا وهيحضر من هناك كذا, وتبعت لهم ايميلات تقول لهم يا جماعة لكل الناس بقى اللي عندك واللي في الطرف التاني ان احنا هنعمل ميتنجز هنتكلم على المواضيع الفلانية. بعد كده لما باجي احط الميتنج ببقى محضر كل الورق وفي كل البوينتس وحاطط النوتس بلوك نوتس عشان الناس تحط فيها النوتس بتاعتها. بعد كده في الاخر بعمل زي راب اب للميتنج وباخد منه باخد من الناس كلها ايه هي الحاجات اللي عايزه تتحقق والقرارات اللي هم وصلوا لها, وبخلي كل الناس تمضي عليها عشان الناس تبقى ما تنساش ايه هم وصلوا لايه او عايزين يعملوا ايه. وبعد كده ببعت ميل لكل الناس بالايه بالبوينتس اوف ميتنج دي عشان ما حدش ينساها. يبقى ستارت, وبعدين لما تيجي تعمل ميتنج ستارت ان تايم بتكوميونيكيت بيربز واساين الميتنج رول وagree and on ground rules and processes, follow the agenda and document the decision. دي بس مجرد حاجة بسيطة كده قلتها لكم عشان لو عايزين تعملوا meetings نعمل لها management مظبوط, وهنتكلم في الكلام ده in details ان شاء الله في risk management, انها من الحاجات المهمة جدا لازم ناخدها في اعتبارنا ان شاء الله. شكرا.